والله سنين وكلوبك تشوف تفرح ماشي في تحسن، 3 4 سنين من غير كريت مونيت، سنة جابت جواريت باهيين، إن شاء الله تفرح، إن شاء الله نلعبوا على الشامبيونا ونلعبوا على تيترويت وربي معانا، وراي الكلوب حاجة باهية السنة. هذا جود خويا هاك تشوف اليوم عيد ميلاده، عمل العام أحسن كادو خويا جبناه للغالية، خذاه مريول، والفريقي من الصغرى وفي الدم والفريقي عقلية. والله سنة جمعية طيارة على الأخر، فما بوسيبيليتي كبيرة ناخذ البطولة إن شاء الله. في لي بوست كل شباب برشا ناقصنا اللي جوش مع الحمروني، انا اعطيك انا ما ضربش ناقصنا، والباقي كل سافا امور مريض. نوصل بعيد السنه بالذات نوصل بعيد لبعيد برشا البطوله ان شاء الله، وان شاء الله حتى في الافريق باش نعملوا حاجه باهيه السنه ان شاء الله. والله بدايه سيزون باهيه برشا، لو ريكروتمون اقلوا في صعب في الجمعيه، وان شاء الله ديما كاك. والله الحق نتاع ربي الماتش من بعد الماتش هو رويدا رويدا كما نقولوا، وبقدرة ربي فما كان الخير ان شاء الله. والله شو انا ريت في السيف عملنا ديريكتمون سيبلي الحق نتاع ربي في لي بوست المعينين اللي كنا ناقصين فيهم الموسم اللي فات. توا ما نشوفش، يمكن عندي انا واحد في الاكس ديفونسور نجم يصلح، لكن من بعد ما عندي ما نقول اكثر من هكا. الحمد لله ربي باقي الستر اول حاجه، ومازلنا ما فما حد شيء، ما تبدوش تعملونا في هالة، وكل جمعة نربح والحمد لله ربي باقي الستر. مازالت برشا خدمة، مازالت برشا كورة، ومازالوا برشا ماتشوات في السيزون. مازال احنا عندي الشهر الجاي عندي 7 ماتشوات في شهرين، مازالت الخدمة الحمد لله. اللي جبناهم توا بريسك فما 4 يكوروا سور تيرا، فمني الاخرين مازالوا يستنوا فرصتهم. الحمد لله الحمد لله قدموا في إضافة. كما قلت لك مازال سيزون، مازال العام، مازالت الماتشوات، مازال عندي بلاي اوف، مازال عندي كوب دافريك. الفتيف اللي عندي توا به نجم يخدمني ويعدي لي العام السنه والعام الجاي، ونعمل منه جمعيه باهي، ومازال عندي ولاد صغار، ومازال عندي شويه في السبور، ومازال فما شكون تستنى في فرصتها وجوار صغار، فهمتني؟ ربي باقي الستر. اذا كان فما نحن مع العائله، اذا كان فما حويجه باش يزيدوا كذا ما فيها باس، ما فماش هكا الصابر نخدموا نصلحوا بالموجود، فهمتني؟ وقدره ربي ما تنساش الجمعيه عباره جديده. موسم بدون هزيمة مازال ما تلعبش، خاطر لازم نحطوا ساقينا على القاع. صحيح 5 فيكتوار توا ورا بعضهم، ليفيكتيف تشوف نصلي على النبي. دونك ان شاء الله اسمعني، التيترويات هي اللي نحاسبوا في الاخر على التيترويات. لتوا حاطين ساقينا في القاعة نكوروا ونلعبوا كورة، وان شاء الله ان شاء الله اخر العام بطولة مروحة باب جديد ان شاء الله. ليفيكتيف تبارك الله معنا بالنسبة للميركاتو السنة ماك تشوف احسن جوارات تبارك الله معناها في لي بوست الكل. دونك شفنا القدام اصرار في معناها رجع الفورمه تاع اصرار في نعرفوها قبل، فهمت؟ كل سوا طيب مزياني الاولاد الكل معناها تبارك الله عليهم. دونك انا قلت كيف كيف هذا تاع تيتر سنين نستناو في تيتر معناها ما فيهاش. والله ميركاتو جاي بالنسبه لي انا بيرسونيلمون نشوف معناها مسحقين اكسيال هذيك، خاطر تعرف عندنا مشكله في الاكس. دونك الاولاد قايمين بالواجب توا بالنسبه للاكس، مي نستناو اكسيال ان شاء الله يكون في مساويه مع شريفي مع اسكندر مع الاولاد، فهمني؟ باقي كل لي بوست نشوف سافا معناها الامور واضحه. دونك افكتيف قوي تبارك الله عليهم، ان شاء الله نمشيو بعيد في الافريق، وان شاء الله كما قلت لك التيتر السنه بطوله السنه ان شاء الله باب جديد. نحب نتوجه بديديكاس لحبايب نادي الفريق الكل الساعه، والخليط حبايب النادي الفريق باثينا، جيت سبيسيالمون بعثوني باش نشري لهم برشا مراول. دونك ان شاء الله زينه الاولاد، وان شاء الله جمعيه ديما في العالي. كان هذا راي واراء جماهير، كانت راي اراء جماهير النادي الافريقي فيما يخص جمعيه الافريقي والموسم اللي قاعد يقدم فيه الافريقي حاليا. من موضوع يمكن علي العيار يمشي مباشره لجمهور الافريقي واراء جماهيره في فريقه، لانه ما نحبش نمشي برشا على مستوى المشاكل يزينا، خلينا ما نشكش نقولوا احنا ماناش ناقصين، فهمتني؟ ان شاء الله اكيد ما عادش نشوفوا التصريحات اللي شفناها قبيلك مع علي العياري وغيره، ما عادش نشاهدوهم
التصريحات هذوكم، وكانت ايضا اراء جماهير الافريقيا على مستوى الجمعيه. البرشا يقول اللي فما رضا، تمام الرضا استاذ على الفريق النادي الافريقي، وخاصه على الانتدابات اللي انت من الناس اللي ما كنتش راضي على الانتدابات، لكن الجمهور الافريقي يقول لك اللي احنا راضين بالانتدابات، وخاصه ما كنتش راضي على وجود ايدو كينغسلي ايدو في النادي الافريقي. كينغسلي ايدو اليوم هو هداف البطوله وهداف النادي الافريقي. تفضل. اولا اداء متميز صحيح يقدم فيه النادي الافريقي بالانتدابات استاذ، بالانتدابات بالانتدابات يقدم بالانتدابات يعني سامحني انتدابات انتداب الفريق اليوم بالصغير اصرار في ايدو والمزين هم الاربعه احسن لاعبين حاليا في الفريق. الكلمه تو خاف نسر لك انا نحكي اليوم تو نعرف سي فخري باش يقول لك انتدابات متميزه لا انتدابات متميزه مش فخري يشوفوا الارقام. فما خيار استراتيجي، انت كان عندك فريق فيه سنانه وادم قرب وحمدي العبيدي ليه عاد كيفاش ما عملوا شيء؟ هذا حمدي العبيدي عملوه اولا مش نصلح معلومه وصلوها طلع حمدي العبيدي عمره 24 و 25 ليه حمدي العبيدي عمره 21 سنه مش تفهم انت العقليه الموجوده في تونس. انت حمدي العبيدي حكي قبيليك هو على اللاعب البرازيلي اللي وقع انتداب عمره 17 سنه. بالميراس هي اللي انجبت جابرييل جيزوس، جابرييل جيزوس نفس البروفيل النادي الافريقي. ما يسالش خلينا نحكي لك انا باش نحكي لك على حمدي العبيدي، مو خاطر انت تخليني باش تعطيني انا كيقول لك خيار استراتيجي، خيار استراتيجي الهيئه المديره. الهيئه المديره تاع النادي الافريقي كانت تنجم السنه هذه تستثمر في ادم قرب اللي هو احسن لاعب وسنانه وحمدي العبيدي وتخليهم ليه عملناه كان احسن لاعب. انت طيب مزيان شو خلينا نعطيك معلومه انا خلينا نعطيك معلومه. طيب مزيان الاخ قال فاشل عمناول، انت مشيت جبت لاعب فاشل اليوم ولونسيتو اي نجحت انت ولدك اللي ناجح عمناول ولدك اللي مبدع لعب لعبك على التيوح ما لعبكش على التيوح خاطر انت وضعيتك كانت ما عندكش لاعب لاعبيه ليه ماهوش هو اللي صحيح تاك رجعت وحدك قلت ما كانش عندك ملاعبيه ما كانش عندك انت هذوما الملاعبين اللي هما باش يمنعوك من تيوح عمناول كان جبتهم انت وقت اللي ولادك لقيتهم في وقت معين. حمدي العبيدي ضد الترجي الرياضي التونسي نعاود نذكرك ماركا روبريس عمل خرج بدران نذكرك حمدي العبيدي ماركي 9 اهداف عمناول وبين سنة وعمناول ماركي 14 هدف وموجود في القائمة نتاع النادي الافريقي في المباريات موجود باش نذكر مروان تاج كلمة قاعد نجح اكثر خلينا نكمل عاد ما تخليش تكلم تقص عليا وتك انا مش قصدي نكمل الفكره انت حمدي العبيدي اش قال الاسبوع اللي فات اسبوعين تالي اش قال مروان تاج قال حمدي العبيدي مادام جاي طيب مزياني ما عادش تشوفوا مروان تاج ما عادش تشوفوا فيه ما عادش يهبط هبط في دقيقه 80 انت تدمر لاعبيك اللاعبين هذوما كان انت استثمرت فيه اعطيته السنه سيزون تاعو يترشق السنه حمدي العبيدي يكون اعز هدف يا خويا انت ماك مشيت جبت كينغسلي دو سايبه حمدي العبيدي خليه يمشي حبت عليه كون حبت عليه جمعيات برا سايبه انت لا تستثمر فيه وتخليه تزيد الدمر. انا نعرف عندي معلومه اليوم اللي نفسانيا اموره مش واضحه ادم قرب في الميزان زاد عليه مورالمون طيحتهم تدمرهم ابنائك انت باهي بسام صرارفي انت توريني بسام صرارفي لاعب استثمرت فيه النادي الافريقي سايبوه لنيس لوجي سي نيس مشات مليون ونص اورو خلينا نحكي يرجع انت تستثمر فيه رجع هو لاعب فاشل عاودوا في نفس المواضيع اللي حكيناها بجمعه الفيلم ايه مثال خاطر انت ايه. انا سالتك على انت تقول لي النتائج نفس النتائج كنت نجم تخلط لها باولادك ما تنجمش تخلط لها باولادك شوف نادي الغدر انت طالبك ب 200 مليون انا ضد اللاعب هذا تماما استاذ شنو ضدي؟ ليه انت خاطر انت استراتيجيه نتاعك شنو هو؟ تقول انت ما عندكش افاق ما تخزرش البعيد انا اليوم مسؤول نستثمر في اولادي وانا اليوم محب للنادي الافريقي ما نبقاش نستنى في النادي ما قلتلكش استنى انت طيب مزياني كان لازم يفشل انا اليوم وقت اللي جبت ايدو لحظه وقت اللي جبت ايدو ورجعت وجبت الميزان انا اليوم كلاسمون تاعي في البريمير نتاع البطوله واليوم نلعب نفس على البطوله دي. يعني انا اليوم نرجع لكلام فخر الدين قلبي وقت اللي قال لك اليوم الجمهور ما يصبرلكش ما بقاش يستلف ملاعبي وقت اللي عندي سنان وعندي قرب وعندي كذا انا بعت يوح وقت خلينا نجاوبك على النقطه هذه. انت عملت مجازفه كبيره مشيت جبت لاعبين فاشلين ونجح في المنافسه ايه مسالش نجح اليوم انت عندك خلق كذبك انت وكذب لعبت بين تقدر سبورتيف يا خويا انا عندي خلينا نكمل الجمله هذه ما تقصش عليه خلينا نكمل فكرتي ديما فما هامش خلينا نكمل فكرتي يا ولدي ديما مجازفات كلها مجازفات سي قلبي يا سي فخر الدين عادي نادي الافريقي خلينا نفسر لك يا سي فخر الدين خلينا نكمل لك الجمله هذه. انت اليوم مشيت اللاعبين فاشلين وعندك لاعبين ناجحين اولادك ناجحين ما استثمرتش فيهم مقياس حمدي العبيدي ماركي 9 بونتو شنو هو شو مقياس النجاح ماركي 9 بونتو ب 100 مليون يورو خلينا نعطيك انت مليون يورو خلينا نجاوبك على النقطه هذه. ادي نزار
اعتزل الكرة. هكمل لك عاطف فخر الدين يا زي فخر الدين اسمعني غير واقعي. لا واقعي واقع. عاوز نقول لك نادي الفريق اليوم خمسة انتصارات متتاليه كمل لك المهاجم اللي يقول لي انت فاشل مسجل بكل مقابل قاص علي عمري وين فاشل انت جازفت بيه انت جبت عليه ايدي نزار ايدي نزار اعتزل الكرة عمره 31 سنه كان جا في تونس كان جا ليل 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 شبي ما رجعتش ايدي نزار وحلقت بيه الصغار نتاعك ايدي نزار جبت عليه انت وسام يحيى 39 سنه 39 سنة مازال يلعب رجع ملي عمره 15 ملي 2015 حرق 6 سنين حرق لك يمكن 10 جوالات عليه ياسين الدريدي مثلا هذا يظهر لي ياسين الدريدي 2003 ابدع مع المنتخب ما يلعبش ترجع له وسام يحيى جوالات تويك احنا في تونس يلعبوا وهو انترونور نيس عمره 34 سنة اللي قدم فيها وسام يحيى اليوم زاد يا ودي شنو شادي يا ودي وسام يحيى يخرج دقيقة 60 من نادي الفريق يا ودي عليه وسام يحيى عمره 39 سنة معناها انت تنجبش لاعبين عليه من رجع بن يحيى رجع طارق دياب رجع الحمروني استنى لحظه استاذ لحظه انت جبت دينا زار